السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الميكانيكس اوف فيوتشرز ماركت. الفيوتشر كونتراكت available on a wide range of assets، بمعنى انه ممكن يتم التعاقد على فيوتشر كونتراكت على any assets، زي ما احنا قلنا ممكن تبقى stock, currencies, commodity, gold, oil. كمان قلنا futures contract exchange traded، و the specification needs to be defined. مهم جدا ان يكون متحدد في الكونتراكت ده what can be delivered, where it can be delivered, when it can be delivered. واهم ما يميز كمان الفيوتشر كونتراكت ان بيحصل استلمنت ديلي زي ما هنشوف. طيب الـ closing out position ازاي بيحصل closing للـ position؟ هنلاقي ان الـ majority بالنسبة للـ futures contract don't lead to deliver. The reason is that most traders choose to close out their position on a prior to the delivery period specified in the contract. بيحصل closing out الـ position means entering into the opposite trade to original one. بمعنى إذا كان هو الـ position كان long position يعمل opposite trade على short position، والعكس إذا كان هو short position يعمل closing عن طريق إنه يعمل long position، يعني يعمل opposite position trade to the original. Traded in future market يتطلب أو require يبقى في margin. The margin is cash or marketable securities deposits by an investor with his or her broker. يعني لازم ال investor إنه هو يعمل deposits with her or his broker علشان يقدر إنه هو traded in future contract. The balance in the margin account is adjusted to reflect daily settlement. وبالتالي رصيد المارجن ده، حساب المارجن هو الـ open in the broker، بنلاقي ان هو adjusted to reflect daily settlement، لان بيحصل تسوية يومية وبالتالي هو بيتعدل وفقا ل change in the future price او future contract price. المارجنز minimize the possibility of loss through a default on a contract. الهدف من المارجن ده ان هو يعمل minimize to the possibility of loss through default on contract. افكركم كان هنا 9000، فهو طلع لو وصل لل 9000 او انه يحصل ايه، يعمل كول للمارجن، فهنا مارجن كول. ولما نحصل يعمل نعمل كول للمارجن نعليه نخليه يوصل للايه للانيشيال، فاحنا هنطرح ال 7980 من الانيشيال للمارجن، هنعرف ان هو المفروض ان هو يعمل ديبوزيتس بكام، ب 4020 دولار، تمام، عشان يعليه يوصل لمين، يوصل للانيشيال، تمام. طب نيجي نشوف اليوم اللي بعده، هنلاقي ان السعر هنا بقى حصل increase. لما يحصل increase يبقى هيحصل هنا gain. هناخد برضو الفرق ما بين السعرين multiply 100 وبعدين multiply 2 عشان هما 2 contract، هيطلع انه حقق gain 180. ال 180 هيتجمعوا على مين؟ احنا كنا وصلنا هنا ان علينا المارجن بقى 12000، لما حطينا deposit عليناه للايه ل 12000، ف 12000 بلس ال 180 هيديني 12180، وهكذا هنعمل ستيلمنت ايه ديلي ونعمل ادجاستد للايه للبالانس، تمام، بهذا الشكل، واضح. يبقى ادي العمليه اللي بتتم بيها الفيوتشر كونتراكت، ان بيحصل ستيلمنت ديلي، ان بنشوف ده يتوقف على النوع الكونتراكت ده، الفيوتشر كونتراكت هل هو لونج بوزيشن ولا شورت بوزيشن. لو لونج بوزيشن يبقى معناها انه كان اكسبكت انه يحصل انكريز في البرايس، لما يحصل العكس ويحصل ديكريز تبقى ايه، تبقى لوز.
ولو حصل ان increase من يوم عن التاني يبقى ايه؟ يبقى gain. ودايما بنعمل adjust للايه؟ للبالانس. واضح؟ وانا يعني عملت لكم مثال هنا لاول يوم وتاني يوم عشان تعرفوا ازاي بنحسب الجين او اللوز، وازاي بنحسب الايه المارجن بالانس. والنقطه مهمه كمان عايز اقول لكم عليها، ان ناخد في الاعتبار ناخد بالنا من المارجن بالانس، بحيث انه لو قل عن المينتنس او ايكوال المينتنس لازم نعليه لمين؟ للانيشيال. هنا بيوريني ازاي بيتم عملية التريدد بالنسبة للفيوتشر كونتراكت. فبيقولي لو عندي هنا المارجن كاش فلو، ازاي هيتم المارجن كاش فلو when future price increase. لما الفيوتشر price increase يحصل ايه؟ يحصل انه يبقى short traders يعني، او short position يعني، الناس هتبيع. لما السعر يكون العقود يبقى عالي فالناس تبدأ تبيعها، وبالتالي الشورت تريدرز هيكونوا بتعاملهم مع البروكر، والبروكر بيجمع كل عمليات الشورت تريدد يديها لمين؟ يديها للممبرز، اللي هم الممبرز دول هم الأعضاء الموجودين في الحاجة اسمها كليرنج هاوس. والكليرنج هاوس تبدأ تجمع العمليات التريد دي على الشورت بوزيشن بالنسبه للفيوتشر كونتراكت، وتبدا العمليه هنا. يبقى دي عمليه بيع، فيبداوا ايه البيع يتقابل لمين بقى؟ يقابل مين؟ المشترين. ما هو واحد بيبيع وناس بتشتري، فهو ده الانترميدياري او حلقه الوصل اللي ما بين الشورت تريدر والايه واللونج تريدر. برضو هيديها للممبر، والممبر هيدوها للبروكر، والبروكر هما اللي هيكونوا تعاملهم مع اللونج تريدر. عكس صحيح لو كان نشوف المارجن كاش فلو when future price decrease. هنلاقي طالما ان الفيوتشر برايس ديكريز بنخفض، يبقى الناس هتشتريها، الناس بتشتري الحاجه لما سعرها منخفض. فيحصل ايه؟ هنبتدي بقى من اللونج تريدر، اللي هما اللونج تريدر اللي هما مين؟ اللي هما الباير، يتعاملوا مع البروكر برضو باستخدام المارجن اللي احنا شرحناه، وبعدين البروكر بيسلموا الكلام ده للكليرنج هاوس ممبر، وبعدين بيتجمع في الكليرنج هاوس، وبالتالي بيدوها برضو للممبر، والممبر بيوصلوها للبروكر، والبروكر بيوصلوها للمين؟ للطرف الثاني اللي هو الشورت تريدر اللي هم السيلر. لان هنا عندنا في باير وهنا مين؟ السيلر. ودول الحلقة الايه الوصل ما بينهم. طيب الكليرنج هاوس دورهم ايه؟ دورهم ان هما act intermediary زي ما احنا قلنا in the future transactions. والكليرنج هاوس has number of member who must post fund with the clearing house. والبروكر who are not member themselves must channel هما channel their business through the member. والمين تاسك بالنسبة للكليرنج هاوس ان هما بيعملوا حاجتين مهمين. ايه هما؟ to keep track of all transactions that take place during a day. الحاجة التانية it can calculate the net position of each member. يبقى دي المهمتين الاساسيتين للكليرنج. كان قايل لي ان السعر 17.20 دولار بير اونس. هنجمع ال 0.20 بلس ال 17.20 هيديني 17.40 بير اونس فور ذير تو بي مارجن كول. يبقى هو ده السعر اللي هيخلي ان يحصل مارجن كول. تمام. يبقى مره تانية احنا هنا بنقول ان التشنج في برايس لازم اعرف اول حاجه ايه هو ال type of contract. هل هو short position ولا long position؟ فهو بيقول لي short position، معنى كده ان هو expect انه السعر هيبقى decrease. لو حصل decrease كان هيحصل gain، لكن ولو حصل gain مش هيحصل، مش هيقلل الايه المارجن. لكن معنى ان هو المارجن initial margin decrease وصل للمينتنس يعني حصل loss. الفرق ما بين الانيشال والمينتنس
الفرق ما بين 4000 و 3000 كان 1000. 1000 ده بالنسبة للكونتراكت كله. طب بالنسبة للأونص الواحد هنقسم على السايز اوف كونتراكت، فدي يعني ان التشينج في البرايس هو 0.20، و 0.20 هو انكريز عن ال delivery price اللي هو كان 17.20. وبالتالي فإذا اللي حصل ان امتى يحصل margin call؟ لو السعر حصل له increase او rise to 17.4. طيب ايه اللي يحصل لو ما يعني ان الانفستور هنا ما استجابش وعمل margin call؟ if the margin call is not met your broker close out your position. تعال ناخد تمرين كمان. بيقول لنا an investor enters into a long position in 10 silver future contract، يبقى ال number of contract 10 وانه ال future price كان كام؟ كان 4.52 دولار per ounce and close out the position at price 4.46 دولار per ounce. If one silver future contract can 5000 ounce، يعني السايز بالنسبة ل one contract can 5000 ounce، what are the investors gain or loss؟ طيب احنا اول حاجة نشوفها هو التايب بالنسبة للكونتراكت ده، لانها long position. long position وبالتالي امتى يحقق gain؟ لو حصل ما توقعه، حصل increase في الايه، في الايه، في الـ في الـ الـ في الـ price. تمام. طب اللي حصل انه الـ future contract كان ده سعر الـ delivery price، وبعدين السعر بقى السعر هنا زاد ولا انخفض؟ يعني في انكريز ولا ديكريز؟ لا، هنا حصل ديكريز، وطالما انه حصل ديكريز يبقى اذا هنا عكس ما حد ما توقعه، يبقى هيحصل لوز، صح ولا لا؟ تمام. اما لو السعر كان يعني حصل له انكريز فكان هيبقى جين. تمام. طيب والفيوتشر كونتراكت كان السايز ليه كام؟ 5000 اونس. يبقى احنا هنجيب الديفرنس في السعر لل 1 اونس وبعدين ملتبلاي للكونتراكت سايز وبعد الكونتراكت الواحد، وبعدين بعد كده نضرب في كام كونتراكت؟ في 10 كونتراكت. فاحنا هنقول اهو ادي الاختلاف في السعر بين ال delivery price وال اللي هو ال K، وده ال ST اللي هو السعر at the maturity، فهيطلع هنا في لوز بالقيمة دي. تمام. يعني الفرق في السعرين دول من 4.52 و 4.46 الفرق هيكون خسارة، لوز 0.06 per ounce. لكن الكونتراكت الواحد فيه كام؟ في 5000 اونس، يبقى ده على مستوى الايه، الكونتراكت الوان كونتراكت هيبقى فيه خسارة قد ايه؟ لوز 300 دولار. لكن هو متعاقد على كام؟ على 10 كونتراكت، يبقى هنضرب اللوز للكونتراكت الواحد ملتبلاي 10 كونتراكت، هتبقى اجمالي او توتال لوز هتبقى 3000 دولار. كان قايل لي assumes a long position. long position يعني expect ان السعر إيه. طيب اللي حصل ايه؟ هل السعر عالي؟ لا، ده السعر انخفض، بدل ما كان ب 642 بقى 640، فحصل انخفاض في السعر للأونس الواحد كام؟ 2. تمام. سوري، للكونتراكت الواحد، للكونتراكت الواحد كان 2. طيب بس هو الـ number of contract 10، فـ minus 2 multiply 10 فهيديني minus 20، ده الانخفاض في الايه؟ في اليوم الأول. طيب يبقى الـ adjusted balance هنقول إن الرصيد كان عندنا الـ margin balance كان 321، لو طرحنا منها
اللوز هيبقى الرصيد هيوصل إلى أو الأدجستد بالانس هيبقى 301. طيب 301 هل هو وصل هنا للمينتننس؟ لا لسه ما وصلش للمينتننس، لأن المينتننس كانت 192 فلا ما وصلش للمينتننس، يبقى إذا ما فيش مارجن كول ديبوزيتس، وهيبقى كلوزنج بالانس هيتقفل على ال 301. طيب نيجي نشوف السعر في اليوم الثاني. طبعا الاوبننج هو الكلوزنج اللي في اليوم الاول هو اللي هيبقى الاوبننج لليوم الثالث. تمام، الاوبننج هنا هنبدا نشوف السعر حصل ايه في السعر. برضو السعر انخفض، بدل ما كان 640 بقى 635، يبقى الكونتراكت الواحد حصل فيه لوز ب 5 وهم 10 كونتراكت، يبقى هيبقى ماينس 5 ملتبلاي 10 هيبقى يديني كام؟ ماينس 50. طيب يبقى اذا الادجستد بالانس هتبقى كام؟ هو كان البالانس كان 301 واللوز 50، يبقى هيوصل البالانس هينخفض الى 251. طب لسه ما وصلش للمينتننس، يبقى مفيش ايه؟ مفيش مارجن كول، وهيبقى في كلوز للمارجن على الرصيد اللي هو الاخير ده، والكلوز بالانس هو هيروح ايه يبقى الاوبننج لليوم اللي بعديه. طيب بعد كده نبتدي برضو نقارن السعر، هنلاقي ان السعر هنا برضو حصل له ديكريز من 635 الى 632، يعني حصل ديكريز بايه؟ ب 3 ملتبلاي 10 كونتراكت يبقى هيديكي ماينس 30. ماينس 30 هنطرحها من الـ opening balance هيديني الـ balance أو adjusted balance 221. لسه ما وصلش للـ maintenance يبقى ما فيش margin call، والـ closing balance هيبقى 221، والـ closing هو نفسه الـ opening. طيب بعد كده برضو هنشوف السعر، هنلاقي ان السعر هنا برضو حصل decrease. decrease بقى بقد ايه؟ ب 12 للكونتراكت الواحد multiply 10، ان هما 10 كونتراكت هيديني ايه؟ minus 120. minus 120 هنطرحها من minus الرصيد اللي هو الopening هيديني الadjusted هيوصل ل 101. هنا انخفض عن maintenance، احنا قلنا لو وصل للمينتنس او انخفض عنه يحصل كول، يحصل مارجن كول. طب ولما نيجي نعمل مارجن كول نعليه لمين؟ للايه؟ للانيشيال. فهنعليه للانيشيال يعني هنوصله ل 321 اللي هو الانيشيال، يبقى معنى كده يبقى هو عمل ديبوزيتس قد ايه؟ يبقى اذا الانيشيال هو 321 وكان اخر رصيد كان الادجستد 101، فالفرق منهم هو ده الديبوزيت عشان يعليه للايه؟ للانيشيال. والكلوز هنا هيبقى هو الاوبننج، وبعدين هنشوف هنا برضو السعر حصل له ايه. السعر هنا مش انخفض، السعر هنا حصل له انكريز. انكريز بقد ايه؟ ب 5، يبقى هنا دي جين لان ده لونج بوزيشن، فلما السعر يزيد عن اليوم اللي قبليه يبقى ايه؟ جين 5 ملتبلاي 10 لان 10 كونتراكت هيديني اللي هنا البروفيت ب 50 بالبوزيتيف. ال 50 بلس الاوبننج هيديني هنا، لان ليه البلس؟ لان هو هيعلي الايه؟ هيزود الرصيد لان هو لو بروفيت. لما كان بيبقى لوز بنطرحه من الرصيد، لما بيبقى بروفيت نجمعه على الرصيد او ادد للرصيد، هيديني هنا الادجستد هيبقى 371، وبالتالي هنا مفيش طبعا مارجن كول وهيتقفل هنا على 371. تمام، ده احنا ما احنا شايفين هنا انه هيقول لي امتى هيحصل استدعاء. هنلاقي نلاحظنا ان note that there is one margin call that takes place in a امتى هيحصل مارجن كول؟ في 11 جولاي حصل مارجن كول قيمته قد ايه؟ 220. تمام، يعني احنا لما بنحل الجدول ونبدا نسالكم بعد كده امتى حصل استدعاء للمارجن، هتقولوا في التاريخ ده وقيمته قد ايه هي كذا. تمام، ناخد كمان بروبلم برضو تاكيدا على، لان طبعا ما فيش سيكشن، فاحنا بحاول ان انا
يكون في باوربوينت اكتر من بروبلم عشان يعني تاخدوا على انكم تحلوا. المفروض انكم تحلوا تاني التمارين دي اللي انا شرحتها في المحاضرة. An investor enter into the short future position. اول حاجة عرف نوع الفيوتشرز او الكونتراكت ده، هلقيت انه هو short. short يعني expect انه يحصل decrease في السعر، وبالتالي لو حدث decrease في السعر هيحقق profit، ولو حصل increase في السعر يبقى هيحقق loss. طيب بيقول لي كم number of contracts 10 in gold at future price. السعر اللي هيبتدي بيه اللي هو 276.5 per ounce. The size of the future contract. الكونتراكت الواحد has 100 ounce. السعر طبعا ده الاونس الواحد، وهم الاونس في الكونتراكت في 100 اونس، وهم كام كونتراكت 10. فاحنا بعد كده هنضرب في 100 ونضرب كمان في 10 عشان نحسب البروفيت اور لوز. تمام، هنحسب البروفيت اور لوز لل1 اونس، وبعدين نجيب لل1 كونتراكت هنضرب في 100، وبعدين نضرب في 10 عشان نجيب للايه للتوتال كونتراكت اللي هم 10 كونتراكت. ذا انيشيال مارجن بير كونتراكت بيقول لي ان الانيشيال هي 1500، وهنا مدهوني جاهز، اند المينتنانس هي 1100 دولار. تمام، بس هنا مديني الانيشيال للوان بير كونتراكت، بير كونتراكت للكونتراكت الواحد. فانا عشان اجيب الانيشيال مارجن لل10 كونتراكت فهضرب ده في 10، وبرده للمينتنانس هضرب في 10، فده هيديني هنا هيبقى في 15,000، وده هتبقى 11,000. يبقى احنا زي ما احنا شايفين هو اول حاجة دفع المارجن 15,000، وكمان ان دفع ديبوزيت للمارجن كول 4,500. يبقى التوتال اللي دفعهم اللي هو الكاش اوت فلو 19,500، بينما في الاخر خالص بقى معاه في الكلوزنج بالانس هيبقى 20,000. يبقى اذا النت جين هتبقى 5. طيب ناخد تمرين كمان. بيقول لي a pickery enter into 50 long wait futures contract on the هنا ال future contract price of كان ال partial الواحد كان 3.52 دولار. it closes out the contract at maturity. the spot price at this time ده كان ال K أو delivery price، وإن السعر at the maturity اللي هو ال STT كان 3.59 دولار per partial. ignoring interest what are the bakery gain or loss from each future position. إذا عرفنا إن الـ weight contract is for 50,000 partials اللي هي الوحدة القياس بالنسبة للويت كونتراكت. طيب تعال نشوف، هو هنا كان long position يعني expect إن يحصل increase في البرايس. طب هل الـ هو تعقد على السعر ده، هل حصل increase في البرايس ولا decrease؟ حصل increase هنا 3.59. فالفرق هيحصل ده ال increase في البرايس per partial، لكن هو الكونتراكت الواحد فيها كام 50,000 partial، وهو عامل كام كونتراكت 50 long contract. يبقى هنجيب الفرق وده gain per partial نضربها في ال size بالنسبة لل one contract، وبعد نضربها في ايه في number of contract. شوفوا ان هو ادي الفرق في السعر هنضربه في ال 50,000 partial اللي هي الكونتراكت الواحد، وبعدين نضربها في number of contract اللي هي 50 contract هتديني اللي هي التوتال جين. تمام، ارجو يا رب يكون ال problem دي تكون واضحة، وكانت كلها بتأكد ازاي نحسب الجين او لوز بالنسبة للفيوتشر كونتراكت، والميكانيكس بالنسبة للتعامل في الفيوتشر ماركت، و
دي تاني مرة أسجل نفس المحاضرة علشان بلاقي في المحاضرة ساعات في حاجات مش واضحة أو مش واضحة، في حاجات ما بتتسجلش، فالتاني مرة أسجلها. يا رب إن شاء الله يكون سجل وتبقى الأمور كلها ماشية على خير. وأقول لكم السلام عليكم.